كنت أصور مقطع يوتيوب وأصوره كذا أقول إيش رأيك فيها، قسما بالله وهو يتكلم بكى بدموع الفرح. ما قدرت أصور سناب بس بتشوفه إن شاء الله في اليوتيوب. ها؟ أركب. قسما بالله بكى. المقطع موجود هنا بس إني ما أدري، بنزله في اليوتيوب بتشوفونه. ما شاء الله تستاهل والله. اس عليك في الاس طالع عليك في الاس. ما شاء الله تبارك الله، الله يرحم والديك. طق طق فرة، طق فرة انت ابو خالد، طق فرة روحوا استانسوا انبسطوا. صور بسنابك، صور 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 بسنابك، صور بسنابك. يلا 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 سكر الباب ابو خالد، يلا الله يستر عليكم. ما شاء الله الله يستاهلون. شو متحمس؟ ايش تبي؟ ايش تبي؟ لازم اسالك تبي تصور؟ صور والله ما صورت والله. هذه اخر سناب صورتها والله. ما صورت. والله اتعب وانا اقول خيرك مو بخيري ذا، ايش فيك انت؟ ما بعرف. والله يا عيال ترى والله ما علمني بالموضوع المبلغ ذا اللي جمعه، احنا نشتغل مع بعض من سنين وبنين ما بيننا لا مبالغ ولا بيننا ذا الاشياء كلها. انصدمت ان من وراي مجمع مبلغ كبير، ترى ما هي برخيصه يا عيال والله، والله ما هي برخيصه. مجمع مبلغ كبير عشان يا لب قلبك. الله يرحم والديك، انت وراك دنيا واشغال وعارف اشغالك، فرقت نفسك عشان الله يرحم والديك ويسعدك. تستاهل والله تستاهل. ابو خالد روح طق فرة. خلاك تطفيها؟ يبي يصور. بدا يخاف عليها. ها؟ هذا انت ان شاء الله الايام الجايه والله ابشر بالسعد. ابشر بسيارة. والله شوف يا طويل العمر، انا بقول لك بقى الله في الوجه من خافيك وقدامك. وجودك والله بسلامة ووجودك من حوالي والله انه يكفيني علي بالحرام والله العظيم. شوف اسني انا ادور شبكة فوق القبو، ما في شبكة ابد.